هي الاولانيه. شكرا لك. جميع مواردها البشرية واللوجستيكية بما فيها الفرق المتخصصة من فرقة مكافحة العصابات وكذا الفرقة الجهوية التدخل لمكافحة مختلف صور الجريمة مع تغليب الجانب الوقائي والاستباقي بغية توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن. وتكللت هذه المجهودات بإيقاف ما مجمعه 58496 شخصا منهم 35902 تم ضبطهم في حالة تلبس و22594 يشكلون موضوع بحث في قضايا جنائية. وبخصوص شحنات المخدرات المضبوطة فقد تم حجز 24 طن و540 كيلوغرام من مخدر الشيرة وأكثر من طن و988 كيلوغرام من مخدر الكوكايين، من بينها شحنات مهمة تم ضبطها في إطار علاقات التعاون الدولي بميناء طنجة المتوسط وكذا 14 كيلوغرام من مخدر الهروين فضلا عن 511539 قرص مهلوس. في إطار تخليد ذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والتي وضع لبنتها الأولى المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس طيب الله تراه وسار على نهجه ووارث سره صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، والتي ستبقى هذه الذكرى خالدة في أذهان المغاربة. واليوم تتواصل العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهذه المؤسسة في سبيل تحديث هياكلها وعصرنة مواردها اللوجستيكية وتأهيلها عنصرها البشري. عملت ولاية أمن طنجة على غرار باقي المصالح المركزة، ونذكر منها على سبيل المثال تكريس شرطة المواطنة وذلك بتقديم جميع الخدمات للمواطنين، مكافحة الجريمة المنظمة، اعتماد الجانب الوقائي والاستباقي بغية توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن، وأن هذه الذكرى عملت ولاية الأمن الوطني على إنجاز مجموعة من الإنجازات الشرطية. نذكر منها على سبيل المثال
إيقاف مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم في جرائم في شتى الجرائم، سواء الجرائم المرتكبة على الصعيد الوطني أو الجرائم عبر الوطنية والعابرة للحدود، كذلك من حجز كمية كبيرة من المخدرات والأقراص المهلوسة والتي قامت بحجزها مصالح ولاية الأمن طنجة. تقبلت ولاية الأمن بمدينة طنجة اليوم بالذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أجواء احتفالية عرفت الحضور ديال عدة مسؤولين على رأسهم السيد ولي جهة تطوان طنجة الحسيمة، وكذلك عامل إقليم فحص أنجرة، بالإضافة للباقي الممثلي السلطات المدنية والعسكرية. وخلال هذا الحفل السيد ولي الأمن قام بسرد واحد مجموعة من المنجزات التي تحققت على صعيد ولاية الأمن، سواء في جانب ديال تقديم الخدمات، سواء كذلك في الجانب المتعلق بتجر الجرائم والمخالفات، كذلك الخدمات التي تقدمت على مستوى الموانئ والمطارات ديال المطار التابع لولاية الأمن. وكما لاحظتم الأجواء كانت جد احتفالية من طرف المكونات ديال ولاية الأمن اللي عبروا على الافتخار والامتنان ديالهم بالانتماء لهذه المؤسسة العتيدة. والأجواء كانت تطبع على الفرحة اللي كانت على المحية ديال المعنيين بالأمر. وشكرا. هنيئا لكم.